تعرفت الجزائر على الملاكمة حوالي سنة 1900، والملاكمة فن قديم عريق قديم جدا. في العهد اليوناني القديم كانت تسلية وحشية. وما هي الملاكمة؟ وما هي اللكمة؟ هي أصابع اليد منكمشين، ثم الأصابع المنكمشين على حجرة تصدر منهم ضربة شيحة وغزيرة. واليونانيون حسنوا هذا السلاح واستعملوه للهجوم وللدفاع، وطوروه، غلفوا لكمتهم بجلد مغلف بالحديد والرصاص، وهو القفاز الأول ليغان. الوزن متاعه 2 كيلوغرامات، ويتصارعوا الملاكمون حتى للموت في بعض الأحيان. وبعد قرون هزموا الإنجليز الملاكمة نوعا ما. في 1932 دامت معركة 216 منازلة وطيلت الشوايع عديدة، ثم انتقلت الملاكمة إلى أمريكا بواسطة المهاجرين الإنجليز. والملاكم الكبير جون سيليفان هو الملاكم الأخير اللي كان لكم بلكمات عارية، وهو أيضا الأول اللي استعمل لأول مرة القفاز من الجلد. تغيرات رئيسية فاصلة وجديدة دخلت في رياضة الملاكمة. حينئذ صبحت القوة ليست كافية، من اللازم تغلث بالتقنية. والملاكمة ما بقت معركة غامضة، معركة الشوارع. صعدت من الشارع إلى الحلبة وانحصرت في مربع محدد بربع حبال، وصبعت معروفة بالدائرة الساحرة للسيركل ماجيك. وانطلاقا من هذه المرحلة تغيرت الملاكمة، ترقات وحصلت على لقب وجيه الفن النبيل. في 1900 نهاية القرن 18 وبداية القرن 19 إدخال الملاكمة السليمة في الجزائر. الفن النبيل بمعنى الكلمة، مواجهة بين منافسين، طاقتين، قوتين بدنتين، واستعمال ذكائين بإدخال العبقرية والابتكار. ومن بين الألوفات من الأبطال الملاكمين الجزائريين لنكتب اسمهم على ألواح التاريخ، نذكروا من اشتهروا وحطموا وقاحة المستعمرين ونالوا ألقاب على مستوى فرنسا وأوروبا. ومن بين المحترفين نذكروا بالقاسم من سيدي بالعباس في 1904 أول ملاكم جزائري، حميدو من الجزائر 1908 هو الملاكم الجزائري الثاني، بوب يوسف 1923 وصل إلى دور النهائي لبطولة فرنسا في وزن نصف الثقيل، قدور 1925 بطل شمال إفريقيا في وزن الديك، غالم 1925 بطل شمال إفريقيا في وزن الريشة، راس معين 1925 مشهور بشجاعته، بوب عمر 1926 مستوى دولي، عمر قويدري 1937 بطل فرنسا عدة مرات في وزن الفلتير وما زال على قيد الحياة، عمر لنوار 1939 بطل فرنسا وزن الخفيف، علوش 1941 بطل فرنسا وزن الخفيف وما زال على قيد الحياة، بن عمر 1942 بطل فرنسا وزن الذبابة، سعيد قدور 1946 بطل فرنسا في وزن الثقيل، مصطفاوي 1946 بطل فرنسا في وزن الذبابة، شيخاوي 1953 بطل فرنسا في وزن الخفيف، شريف حمية 1954 بطل فرنسا في وزن الخفيف، وبطل أوروبا في 1957 في وزن الريشة، وكاد يحصل على بطولة العالم. وحصل أيضا شريف حمية على القفاز الذهبي أي لوغوندور من شيكاغو وما زال على قيد الحياة. الهو ريغوديح 1957 بطل فرنسا في وزن الخفيف، زرزي محمد 1955 بطل فرنسا في وزن الديك. أما عمي وشركة شاركوا في الألعاب الأولمبية بلندرا لسنة 1948، تباخا، بوتف نوشد، علي بالقاسم، وحمود دايدي كتبوا أسماءهم بحروف ذهبية أثناء الألعاب الأولمبية بهيلزينسكي سنة 1952. قائمة ملخصة من الشبان الأبطال الجزائريين، والشباب يكتشف أثناء كل حصة من أمجاد الماضي الكمية الكافية من هؤلاء الملاكمين. في نهاية القرن 17 وبداية القرن 19 في حوالي 1900 الجزائر كانت تحت قبضة الاستعمار الغاشم. كانت مرت عليها 70 سنة عن دخول فرنسا للجزائر، 70 سنة والجيوش الفرنسية تنهب في أموال الفلاحين، 9 ملايين من الأراضي الجزائرية الصخبة تنهبت، انخطفت وتوزعت بالقوة بالضغط وبالتقتيل. الجزائري أصبح يعيش منكمش، عايش بالصبر ولكن بالأمل، أمل استرجاع قوته، وهذا بفضل الإرادة والعمل، العمل بكيفية سرية، العمل بتكوين جمعية دينية
بتشجيع الصبيان لحفظ القرآن، بتكوين جمعيات رياضية. والأولى فيها تكوين لافانغارد في عام 1895، ثم كرة القدم، وبعد السياسة خلقت المولودية، وهذا بفضل إرادة محبين كرة القدم، ومنهم المؤسس الأول السيد حمود أوف رحمه الله. وتقديرا لهؤلاء الرجال خصت أخيرا المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري سلسلة من الحصص لإحياء الخطوات الأولى للفريق الأول الجزائري وهو المولودية. وكانت تلك الحصص نالت إرضاء المتفرجين للشاشة الصغيرة. كما ديك النهارات كنا شفنا داك الديكومنتير تاع المولودية، حتى بديت نتفكر حتى وليت نبكي، على خاطر بنادم كي يكبر يرجع سانسيبل، يرجع ضعيف. تفكرت شي قديم، واليوم راكم جيتو حييتوني، راكم رديتوني صغير. هلا راني تفكرت الشباب ديالي، لا جونيس ديالي راني تفكرتها. بعد 1921 عام تأسيس المولودية بدأت تتأسس الفرق الرياضية، وقبلها كما قلنا تأسست لافانغارد في 1895، السياسة في 1917، والنوادي بدأت تكاثر. لما يتأسس فريق جزائري تتأسس ثلاثة أو ربعة من الفرق الاستعمارية، وهذا خوفا من تكاثر الفرق الجزائرية. والحجة هي حينما تتأسس السياسة فورا تتأسس وراها في 1917 لافانغارد، هو من الفرق الاستعمارية المشهورة، يعني لافانغارد تاع معسكر. ومن الرياضات المختلفة، المؤسسة الوطنية للتلفزة الجزائرية تقدم لكم سلسلة جديدة من التحقيقات حول الملاكمة. الملاكمة اللي هي أيضا عندها تاريخ مجيد، تاريخ مملوء بالأبطال الجزائريين اللي برزوا في عالم الملاكمة، وهذا بفضل باب عمار، بوب يوسف، غالم، قدور، عمر قويدري، عمر لنوار، علوش، قوديح، مصطفاوي، شريف حمية، بن عمر، بالقاسم. والأول من هؤلاء الملاكمين، الأول اللي يذكر التاريخ هو بالقاسم. بالقاسم الصورة الأولى والوحيدة من نوعها، من الأولين قبل 1904، ملاكم وزن النصف الثقيل وبطل شمال إفريقيا، وتلاكم ضد بيوشيل. بالقاسم ضربته صحيحة وقوية، يوزن بين 75 كيلو و 81 كيلوغرام. ازداد وتربى في سيدي بالعباس وتعلم فيها في الملاكمة، وكان يلاكم بمدينة الجزائر بقاعة الكرسال، وهي القاعة هذه موجودة بين حي باب الواد وساحة الشهداء مقابل ثانوية الأمير عبد القادر. والمدرب متاعه الحاج بوعلم مغربي رحمه الله هو متكلف بالملاكم بالقسم، واللي عرفوه ايضا وما زالوا على قيد الحياه يحكيوا لنا عليه. ونعقل على بالقسم الله يرحمه باللي زايد في هذه الدار هذه. واش كان يوتي بالقسم؟ بالقسم شتان غران بوكسور، شتان غران بوكسور، عنده بالماراس يعني عظيم، فهمني، خير من مارسيل سيردون كان. وانت كيفاش عرفته؟ انا عرفته كان يتريني معايا خطرات من كان يجي من الظروف، وكان يجي هنايا يعني كونجي وكذا، كان يتريني معنا كان على عندنا واحد اللوكال تاع لونترينمون حنا في الهبطه، وكنا يعني كنت جون انا اماتور، كنت نلعب ثاني كينا مع هدي بن عمار، مع ايتا بوكسر، مع حلوش، فهمت، كنا نلعبوا يعني نقصروا ونديروا لونترينمون. كان هو لي واحد ثاني عباسي يقول له هو لي كان يخدم في السير كامار، وكنا قاع نجو تما كنا نبوكسو. واش من قيس؟ كام؟ هادي ندير في 37 38 39 حتى 40. وبالقاسم مازال في الحياة؟ لا مات. متى مات؟ مات جوية عام التيفيس، عام 41 42 هكذاك مات. وكان بوكسور لاباس عليه يعني؟ بوكسور عظيم، عنده يعني عنده شخصية بدنة، عنده طرس يعني دي بومون بيان سوليد، فهمني؟ الور كان يلاكم يعني خمس هذا. بالقاسم نعرفه، بالقاسم كان عمانة، مات امه روح، مين مات امه روح؟ وين كان يسكن؟ كان يسكن في هذا الدار. صح.
كيفاش كان يلعب؟ إيه كان يلعب يروح هبل نبغي يدير هاك نبغي يدير هاك نبغي على كرعين نبغي يرقص نبغي لا بصح يا ودي أنا مين نشكر بصح يا ودي ما جاء ما لعبش وجاب الغاش ويلعب ما لعبش بالقاسم كنا صغار ونسمعوا فيه كان بوكسور بروفيسيونيل ولعب مع بيوشيلد دالجي وبالقاسم غلب بيوشيلد شوب ورجع الشامبيون دافريك دينار منين هو بالقاسم؟ بالقاسم من بالعباس كنا نعرفوه بالقاسم من بالعباس وكنا نعرفوه حال واحد كان بوسيف متموش حتى هو كان شامبيون. الملاكمة رياضة قديمة عريقة من عهد اليونان القديم. يعتبر اليونانيون الملاكمة كتسلية وحشية يتمتعوا بها الأمراء ويعطيوا لها صبغة دينية، والأبطال يمتازوا عن الجميع وقيمتهم كبيرة عند الجماهير. وتقوم التدريبات بكيفية منظمة في مدرسة خصوصية، ولكن المنافسة كي تبدأ واحد ما يعرف وقت النهاية متاعها. والتاريخ يذكر أول بطل العالم في 1719 وهو الإنجليزي جامس فيج، يعني له 3 قرون، ولكن وللأسف ما كان حتى تصويره متاعه. والأبطال متاع العالم اللي عندهم صورة هم سوليفان البطل كوربت المعروف بجنتلمان جيم في ديمونس في 1897، جيم جيفريز البطل الشهير، ثم من بعد كان تومي بيرنز، جاك جونسون، جيس فيلار، جاك ديمسي بطل العالم في 1919، جورج كاربونتيي، ويلسون، بريتون، ليونار، وكان ثاني كيلبرون، لينش، ويلد اللي هما أبطال العالم. Nous voyons Max Milling et Jacques Sarkier. Max Milling, c'est le boxeur qui boxe en couche. Vous voyez ce qui se baisse, il est de face en ce moment. Vous voyez, il vient de tomber à terre. الغليان في جو الملاكمة والعالم اللي داير ساير بها كان معروف، وهذا كان معروف إلا في أوساط محبين الملاكمة عند الملاكمين وفي المحيط اللي عايش بفضل وجودها، يعني اللي مستغلها. الجمهور الكبير يعني المتفرج ما يعلم إلا بالشيء اللي قدموه له فوق الحلبة فوق الرين. في وقت بالقاسم يعني في أوائل 1900 صدى الملاكمة في شمال إفريقيا وفي الجزائر بالخصوص وفي الأوساط الكاذحة البسيطة اللي ما عندهاش عشات ليلة. الصدى كان كبير ومملوء بالأمال عند الشباب لما يسمع عن جورج كاربونتي، جاك ديمسي، وقبلهم عن سام لانكفورد وعن بوب فيتزيمونز وعن جاكسون جيفريز، يسمعوا عن الأرباح الهائلة اللي كانوا يحصلوا عليها هم اللي عشاهم بصلة وفطورهم جغمة متما وتحت ضغط السيف والكابوس. لا حركة لا رياضة لا عمل ولا حرية. حرب 1914 كانت كارثة، العمل كان قليل والمعيشة صعيبة. الحرب قائمة في الجزائر، الشبان الجزائريين يحاربوا للفرنسيين ضد الألمان. ضحاهم الاستعمار الفرنسي يبعثهم للمجزرة. الحرب كانت طاحنة في فرنسا بين الألمان ضد فرنسا. صور مزعجة، تتكاثر الأموات في فرنسا، أما بأمريكا الجو ما زال الحركة والعمل والنشاط. في أمريكا الملاكمة مزدهرة والملايين من الدولارات تربح وينالها الأبطال اللي يتحملوا الضربات ويعرفوا يوجهوها. الفن هو اضرب وحاول ما تنضربش، والمنتصر يربح مبالغ ضخمة بالملايين.
voyons Max Schmeling et Jacques Sarkier. Max Schmeling, c'est le boxeur qui boxe en crouche. Vous voyez ce qui se baisse, il est de face en ce moment. وهذه الملايين في الحقيقة ما هي إلا فخة مبنية فخة مبنية للشبان الكاذحين المتعطشين للخروج من حالتهم التاعسة والكاذحين في الجزائر هم الأغلبية الملاكمة قبل الحرب العالمية كانت فن بمعنى الكلمة كانت الفهم متاعها باين واضح كالشمس وهو باختصار أضرب بلا ما تنضرب وبعد الحرب الوعظ تبدل وخلق جيل جديد هو جيل أبطال قويين وعندهم شجاعة كبيرة شجاعة الأسد شجاعة النمر لين الانتصار يواجه الخطورة حيث كانت نذكروا البطل العالمي جورج كاربونتي اللي هو أكبر بطل فرنسي بطل العالم في كل الأوزان ما عدا الثقيل اللي كان يدرب باش ينزعوا الدمبسي بطل العالم ثاني لكمت دمسي صاروخية مخوفتش كاربونتي دمسي أيضا يتدرب ويتهيأ معركة القرن العشرين بين العملاقين 90,000 متفرج حول الحلبة في جيرسي سيتي بنيويورك في الثاني من شهر جوليت 1921 كاربونتي سقط تحت ضربة دمسي في الجولة الرابعة فرنسا حزنت والصحف تكتب وتبكي وتتأسف في فرنسا اختاروا الكاربونتي باش يتشجع بطل سينيغالي اللي هو باتلينغ سيكي وخسر كاربونتي وسيكي اصبح بطل العالم اما دامسي اختار يتقابل ضد جيني توني وخسر ثاني دامسي وهذه هي المنازلة c'est un combat où Dempsey, vous voyez, le boxeur qui l'attaque maintenant. Et comment on appelle ça? Jeanne Tenney, c'est le boxeur qui est de face. Une culotte sombre, noire. Dempsey avait confiance, elle était... Vous voyez, la garde ramassée. Regardez les directs du gauche de Jeanne Tenney. Ça a été un des meilleurs boxeurs du monde, Jeanne Tenney, s'est retiré sans perdre un combat, sauf dans la catégorie des mi-lourds. Il avait perdu un combat dès ses débuts. Jeanne Tenney, qui devait être curé, disait moi ça c'est... Puis en faisant son service militaire en France, il commence à boxer. Et puis dit, moi, la boxe de Dempsey, je la connais, je peux le battre. Et il a battu au point. بعد الحرب الملاكم حميدو كان من الأوائل. من الأوائل وهو الثاني بعد بالقاسم. اشتهر بمقابلة متاعه ضد بيوشيل لنيل بطولة فرنسا. حميدو كان منتصر ولكن المستعمر ما قبلش بطل فرنسا يكون جزائري. حميدو عانى من حكم البطل. وشريف الزهار يتحدث لنا عليه. حميدو البوكسور هذايا الكنية ديالو عتيق منينو؟ أصلو الأصل ديالو تاع والديه تركي ديساندون ترك وكان عايش وين؟ كان عايش هنا في الجزائر وليد القصبة وليد القصبة كان يواسي دامينا في صناف كان يواسي بوالور راك شافي كاش ما نشفاش ذاك الوقت كنت ما زدتش أنا من نفس صناف ولكن من بعد رجعت انايا نحبو بزاف رجع صاحبي ندورو في لابورس يحكي لي على لي كومبا ديالو اشكون هما باري تاع ذاك الوقت ايوا ما نقدرش زعما لي بوكس معاهم في 1909 1910 وجات القيره تاع ال14 كي زدت انايا ما نقدرش نثبت عليهم ذوك الاسامي اسامي كل مقلوبين من بعد عاتق خرج لنا باب يوسف باب يوسف قوي البنية عريض وصحيح صحة الأسد يهجم بهجمات عنيفة وهو من وزن نصف الثقيل تخصه التقنية ولكن ما تخصوش الشجاعة ما يعرفش يوخر له ضربات ثقيلة توزن قناطر
كان بسيط في حياته. اسمه الحقيقي بن طيفور يوسف. بوب يوسف صخرة صمة ما يحسش للضرب، محال ينسحب من المقابلة حتى للحظة الأخيرة. وأمام بوكيون اللي كان هو أثقل منه ب 17 كيلو وهو اللي كان له سبب في جرح بليغ في جبينه. وتقابل بشجاعة أمام أبطال أقوياء كما مارسيل تيل بطل العالم في 1932 إلى حتى 1937، نيترام بمرسيليا، ألونزو وكيد دالافارا، جولاري وشريف الزهار من أولاد القصبة العتيقة ومن الرجال المطالعين على حياة الجزائر القديمة يتحدثونا على باب يوسف وعلى باب عمر. ذاك الوقت كنت نشوف عمر الله يرحمه، كنت نشوف باب يوسف، كنت نشوف غانم قدور. من بعد سي حميدو خرج لنا باب يوسف، خرج من 1923-24 بدا بشويه. وفي ذاك القيس مع ابو يوسف شكون اللي كان؟ ماشي كان راس ماين ثاني؟ كان راس ماين، كان غانم، كان قدور الله يرحمه، كانوا لي بوكسور بزاف ذاك الوقت. غانم منينو؟ غانم اصله مصغانمي ماسكارا. ايه ماسكارا. وكان لحامي بيان لحام في كان لا سنترال في سوق المكاسر اللي راهم يقولوا لا بلاص دالير سلام بوزرينا الله يرحمه برحمته الله يرحم الشهداء. وشكون كان الملك المدرب هذاك الوقت؟ يعني من المسلمين؟ من المسلمين كان غير سي بوعلام ذاك الوقت. كان حاج بوعلام غير بي؟ حاج بوعلام غير بي برك. بودرار؟ بودرار. احكي لنا على باب يوسف، واش شفت في ذاك الوقت الكومبا ديالو؟ باب يوسف شفت بزاف لي كومبا ديالو، بصح الكومبا ديالو الشابه كامل على الشامبيون دو فرانس. مع الونزو؟ مع الونزو، وانا نصور شامبيون دو فرانس. تم ثاني كان برينال ميردالجي. كولونياليست على الصح قال لهم ما تنساوش ارتيك 19 دو لانديجينا، ارتيك 19 لو ميزين ماجيريان الى فاد رويت شامبيون دو فرانس. دونك il a été déchu de son titre. ايه بار لو تيتر بار لارتيك لارتيك دو لانديجينا اللي كان طايح علينا. ما تعرف شنو هو لو كود لانديجينا؟ فرانسوا وجوزيه صافي لو دوا دو في و دو مور سور لالجيريان. نحكي لكم من انيكدوت ديال هذيك الكود لانديجينا. بوب يوسف الونزو هاو علي العرب، هاو محمد علوش راهم ثابتين هذاك الوقت هذاك. شامبيون دو فرانس، بوب يوسف فايتور دالونزو. كان جو ابخي اون لا ديتروني. وشكون؟ عام بالك 32. إيلون ديتروني. بوكوا؟ باسكو ان عرب نافي با لو دوا ديت شامبيون دو فرانس. لو كود دو لانديجينا. فرانسوا افي دوا دو في و دو مور سور العرب. صح هذاك ما كانش. يدخلوا ماماك يا ماماك، بوب يوسف بوب عمر علي العرب، يدخلوا ما كاش الفرح الشعب، يرفضوا الشعب 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 ما كاش. هذاك هو محسوب تمك كيما يقول رومي انا في لو دوا لا باغول، سي لا انا في لو دوا لا باغول. احكينا على بوب بوب يوسف. بوب يوسف سيتي ان كرون مسيو، سيتي ان كرون مسيو. بوب ايتي ان كرون مسيو جنتلمان. الباس والسعادة هنا، الشاشية هذاك الصالة هنا هنا هنا، والبوكس البوكس جابوا له لوي سلوغان، جابوا له بوكيون، جابوا له لي كرون شامبيون اللي كانوا هذا بوب يوسف حكاب. وين كاين بوب يوسف؟ كاين بوب عمر. ويدخلوا ماماك، ماماك يا ماماك والشعب اللي كان مشهور في الجزائر في العاصمة. نعم. في ذاك الساعة كان بوب يوسف. أيوا. وحضرت له في واحد الكومبا دار رحمة الطالياني في ستاد مينيسيبال. ايوا شكون اللي ربح ذاك القيس؟ ربح بوب يوسف، ربح هو بوان. واش من قيس؟ واش من نهار؟ واش من نهار؟ 1920. 1920. بوب يوسف المقابلة الأولى اللي شفتها أنا في هذاك في لينا بارك مع بيلي بالزاك. واش من نهار؟ بعد دو فوفير 26 بيلي بالزاك. De Vevers, Porsche, Argot, بعد بوكسا شامبيونات دو فرانس. ماشي داك الوقت نقدر نقول لك واقيلا كانوا في ستاد كون واحد 20,000 روح. ستاد مينيسيبال كنا نقولوا له ذاك الوقت
يرفد 15,000 معمر وكومبا واحد اخرى تاع ابو بعمر الانزو ابو يوسف ذاك النهار اللي بوكسا ابو عمر الله يرحمه انجيلمان شامبيون دوروب ايوا جابوا له انجيلمان قالوا نجيبوا له هذا ابو عمر اللي راهم هنا العرب الجزائريين راهم يزوخوا به يزوخوا به ما نجيبوا له انجيلمان جابوا انجيلمان ومعهم الميردال جبرينال الفري كولونياليست فهمتني هذا برينال ارشي ملياردير وميردال جي كولونياليست 100% كره العرب عمر كي كان طالع كنت انايا وهني محمد عند قدام الرنك ايوا شفت فيه قلت له يا عمر على بالك انا كان صاحبي بزاف قلت له يا عمر تهلا ضرب لي غمزه كي طلع بريمير دوزيام ونغلق له عينيه برينال قاعد واسمه بالمير دالجي ولا يبكي بابا عمر ربح بابا عمر ربح والله شامبيون دوروب لبيك اللهم لبيك بابا عمر اصل ديالو منين اصله من السور اومال اللي راه يضرب كلاس السور الغزلان السور الغزلان وهو الكنيه ديالو محبوب محبوب عمر زايد 1909 مزيود في 1909 نعم بابا عمر ازداد وتربى بسور الغزلان وهذه المدينة تربط بين العاصمة وبوسعادة. تعلم باب عمر أولا مع الأولاد من السن متاعو ثم ترقى في الحقد ضد الجنود الفرنسيين لأن سور الغزلان معروفة بالمعسكر يعني بالكازيرنا اللي كانت عامرة بالعساكر الفرنسيين المجعولين هناك باش يحصروا العرب بين الصحراء والتن. باب عمر لقب واسمه الحقيقي هو محبوب وتربى بحي سيدي هلال بالجزائر ويعمل بمعمل الدخان جوب وكان ورع بالملاكمة من صغره وكان ينتصر على كل من يجي قدامه حطم كل الملاكمين سوى من المستعمرين الفرنسيين الساكنين بالجزائر أو بالفرنسيين الساكنين بفرنسا والأجنبيين الأقوياء أيضا وكلهم محرشين باش يقضيوا عليه ولكن يا هيهات كان يبارز بجدارة وبفن رقيق يعني باب عمر كان فنان في الملاكمة بمعنى الكلمة صبحت الصحافة العالمية تكتب عليه وجعلته من الأبطال اللي يقدروا يحصلوا على بطولة العالم وكانت صارع ضد يونغ بيريز بين 1928 و 1931 وهذا ثلاث مرات وثلاث مرات تنفصل المقابلة بالتعادل وشهر من بعد هذا يونغ بيريز حصل على بطولة العالم لوزن الذبابة ضد فرانكي جينيرو وفي باريس في 1931 وكان بوب عمر باش توصل إلى يونغ بيريز كان محامة عن طريقه أبطال عندهم شهرة عالمية كيما أنجلمان كيدوليفا إيجين هوا براكسيل جيد دولوفار روجيه وسيلي وما بقالوا إلا يونغ بيريز يقابلوا بصفة رسمية لنيل بطولة العالم وحكاوا عليه في قولهم وبالخصوص أخته تحكي على حياته وثاني على علاقته بالمدرسة يقرأ ويهرب يهرب المسيد النهار اللي سقصوا عليه وشافوا رجعوا أخوالي قالوا له ماشي حاجة مهمة اللي راك تحوس عليها حاجة تاع الصنعة دبر راسك رجعوا يشيلوا الحوايج وكيف طاف السهرة يروحوا يعسوا باش يجيبوه إيه. وكانت العجوزة يماك ذاك الوقت حية يما ما عندها دوك يما دوك عندها وقيلة 9 سنين من اللي ماتت هذا ما وشحال انتم كنتوا خاوة وخواتات زوج الخواتة ثلاثة إيه. والخاوة زوج عمر ساكي سوى الغزلاني جا مزيود جا كبيبر صح جا هو وخواتاته صح ايه ما لا خالو هذا خالو خو يماه حميد محمود هو اللي قراه هو اللي كان يصرف عليه هو اللي دخلو يتريني في البوكس محمود عنده الكونية ديالو واسمه قرومي محمود قرومي محمود صحة اما لخالو هو اللي كان واقف عليه لما كبر شوية وبدأ باش يتلانصه في البوكس وهذا خالو الله يرحمه مات ستوفى
كيما تما لقعد الولد ملا علينا مع يما وخيوته وولد قاري ملا بدا في البوكس. كي بدا في البوكس دخل انا كنت هذاك الوقت طفله. من بعد زوجت خديت هذا متساوي، هذا متساوي داخل في البوكس كان معاه عمر وكان بوب يوسف الله يرحمه وكانوا في كلية. اما لا بدا في البوكس، كي بدا في البوكس لا علينا تلانسا كي تلانسا مليح. شفت بوب عمر يبوكسي؟ شفته مرارا، شفته مع جي دي مع الميرا مع انجرمان، شفته في كل كومبا. واش تقول فيه؟ لا بلاش فرق كاش مثله. انا سمعت يعني بعض الناس يتكلموا في سيدي علاء قال لك اللي بلي خلي نهار بوكس مع الامريكاني الدنيا بصحت شهداء تزغريت وتولويل وكذا. يا ذاك الامريكاني رفدوا على دراعه، رفدوا على دراعه ودي في ذاك اللي راهم بلا وين صحت شهداء، صحت شهداء وداو حتى لسيدي علاء ضاله. وانت يعني كنت اختو كيفاش خصيتي روحك يعني؟ يعني واش خصيتي روحك؟ ماشي لا غير حنا كيما راكم بتاع المولوديه كيتمشاو مولوديه تولوين ودنياها كتحلى كيما ذاك المولوديه راكم مالك. يعني سمحي النصارى في وقت الاستعمار كانوا الاستعمار وكانوا اليهود وكانوا كذا. حنا يمشوا هذا المولوديه كيمشوا. ايه وطلبتي وتولوين وعلانات وكذا. صح كانت هذيك ما عندكش فرصه باش تردي العلم تاع الجزائر. ايه هذه ما تنساهاش. بوب عمر كنت راه سمعت به سيتي ان غران شامبيون إيه هو لو بلوس ايماتيري في هاد لا بوكس. كيت شامبيتر كان ايضا من القدماء وعبد النور يتحدث لنا عليه. انا بديت مع الاول مع كيت شامبيتر اماتور. كيت شامبيتر اماتور الله يرحمهم على كل حال كيت شامبيت كان يباع، يقول له كيت شامبيت خاطر باباه كان شامبيت كان يباع الجرايد وسوال تقريبا واحد 6 مقابلات شغل سير دا ويدري سير وكونت واش نعم ودائما يغلبوا 26 27. شوف بوب عمر 1928 بوكسا مع كيدو ليبا. كيدو ليبا هذايا كيدو ليبا هذا كان حيواتي شامبيون دوروب. الولد مالا يجيو من فرنسا يجيو يبوكسيو مع بوب عمر، بوب عمر ديما من فوق ما جاش في فاش ولا طاولة. ما يعرفني الحقيقة. إما قلت له جو فيلا أنا تخيل إن بريباراسيون دو كومبا مع بوب عمر. إما أنا واش هو في وعلا. مسخانة مولا. سهل ما قال لا في واحد هذا الشيخ محمد في واحد انا نعرف بوب عمر في عمل كان في عمل مع كيدو ليبا. كيدو ليبا جيت با جيت ماشي بريباري الكومبا تاعو يقول لك شامبيون دو يقول لك هذا يا بوب عمر سي فين ديتو وشوا شوا بانطالي كاترون ما دار بوب عمر لاكو ماشي واش يمشي بدار بلاي. قالوا كيفاش قالوا قالوا بوب عمر قالوا انا ليكي هذا بوب عمر يهدر وانا قاعد ما يهدر مع الناس. قالوا شو ما تعرفش شنو كان تحبس خاطر تعطاك في وهان قاعد مشوشي نقطع شوشي. قالوا ما تعرف كان تحبس العرب قاعد يرمو شوشي ويهبلوا. هو قال لك هذه هو هو يحكي هو راه يحكي يصدق اذا لقيتو بارا بالدون ويتيرو شهادتك علاش بوكسا كي تجي معنا شو هذا واش تقول في بوب عمر محمد هاك انت يا ماناجير وعرفت لي بوكسور ماذا بك تقول لنا بو نوستيتوي بوب عمر يعني بوكوا لي الميور دو توز. على كل حال عنده هو بيقول الملاكمه هذه خليقه ستيني كما نقولوا خلق معاه الملاكمه. ما نجمش نقول لك تعلم ولا ما تعلمش شكون علموه شي مدهش يخدم فيها كما قلنا فيرتيوز سيتي تا فيرتيوز فريمون تابوكس اوكين فاي اوكين ما كانش ما عنده حتى يعني. شكون كان المدرب ديالو؟ بيوشال الاول ومن بعد التابيه جيلبير بنايم وبوعلم بوعلم مغربي إلا تشفع علي الله برحمة الله بودرار دنيا بودرار هما اللي كانوا لاتين بيه. احكي لنا عن الكومبا الأخرانية اللي وساها 1931 مع روني جابيس في سانتو جان. الكومبا اللي وساها مع روني جابيس كان مريض خرجوا من السبيطار تاع اللي كانوا مازالوا هذوك الآخرين كاش يقولوا تاع بنوموتوراكس الماركة مازالت وكي وزنوه عمروا له كاتبوا وزنوه قالوا جيل بير بنايوم ما تجيش بكري
سنح تقريبا خلاص خلاص لابلزي واجي قالوا بداو يرفدوا في قشو قالوا فوالا فوالا هاو جابوا بعمر عمرو اليوم كاتبوا مسكين بالرصاص بالبلون بالبلون باش وساخ 50 كيلو بالحركه يوزن 43 44 كيلو والمقابله كيفاش صارت؟ المقابله بدات الاول جوله الاولى الثانيه الثالثه بدا يسيل بدا ودني يسيلوا بالدم انا كنت في الكوا مع ابو علي كنت في الكوا ما كنتش سوانيور بعد الجوله الاستراحه ديال الجوله الثالثه ناط باش يكمل يعني عاود المقابله صدق قابس كي شاف الدم هذا كتر عليه حبس قال لهم خلاص كي سقساو علاش واش من سبب ما عندوش يعني واش الطريق اللي خلاته يعني يسلم قالوا ما انا جيت باش نلاكم واحد ملاكم ما جيتش ندار مع واحد ميت يعني كان الجمهور بزاف تقريبا داك الوقت واحد 8000 10000 متفرج نهار كان يبوكسي وكان يدخل يعني وتشوم في السن قلنا نغسلوا له النوض وساعة نستناه وحتى كيجي النوض ولا يعني نعطيو له ما سخون ولا ساعة يغسل وتشو نلاقيوه بالماكلة بعشاته بكل شيء تو قايمين به والعجوزة إما كانت قايمة فرحانة كي كان يوسي مولا كما حصل عندنا ماء النهار اللي مات عام كامل وحنا ناكلوا الظلمة الضو ما تشعلوش واش الكومبات الاخرين اللي شفتوهم؟ الكومبات الاخرين بدا الاولاني بروفيسيونيل روجي بدا روجي جابوا له فرنسا وهذاك هو لو يعلم الاولاني اللي غلبوا باراريد لاربيتو سان كاميرون فور ان بوا موش ومن بعد جي دي انجيل ما جي دي جون انجيل ما هو اسمه كيدوليفا في وارن نعمين كيدوليفا في وارن هذا باب عمر كنا نعرفوه بوكسور كبير ونهار اللي يلعب ويربح الناس الكل تفرح به الناس تولول الناس فرحانة كي بحال عندهم أكثر من العرس ذاك النهار حتى الوقت الحق الحق ركب تاع سيد حمد بن يوسف في مليانة أداوها مليانة معاهم شي كان تما كيجري وسيد فوتان كيجري لما جاء عيطولو يا عمر عمر يا البركة الوقت اللي مات في الخاصة خرج من تما خرج بالبرودة دخلوه المرابط سيد حمد بن يوسف لداخل كبرى ونحلوا الفيت نتاعه ولبسوه من تما هو بالبروده هذيك احتاجها طحنا المليانه كان ركب يواسي وركب الجزيريين عندهم في العام زوج ركاب يواسي وركب تاع سيدي علي مبارك تاع القليعه ويواسي وركب من بعد تاع سيدي احمد بن يوسف في مليانه رحنا المليانه الحاج عبد الرحمن اكنوشي اللي يقولوا له الدراس او غير كيما مات الله يرحمه وباب عمر وانا رحنا مع الغاشي اسكيرسيو كما قولوا ركب هو يسكيرسيو بالفرنساويه رحنا للمليانه في سيد احمد بن يوسف كاين البيوت وكاين التاويل مالا باب عمر وصلنا حنا خاصنا شي حد يقول لي جامل المليانه معنا يحوس في الليل بداو الزرناجيه والبنادر كان كنا الدعوه كانت فاناتيك كنا ماشي فايقين فهمتني كان استعمار غامنا ولو كان انا ولي سيدي محمد شي من مرابطين بصح انا مديري ماشي احنا مديري ماشي من هذوك لي فاناتيك قلنا له يا تخرج تحوس معنا البلاد قالنا لا نقعد هنا رحنا حوسنا البلاد وبطينا كي ولينا في الليل وين راه عمر دخلنا البيت نصيبوهم شمخ واش بك يا عمر قال يا ودي انايا كنت هنا واقف معهم وقالوا لي بركه لو كان تغسل هنا ترجع شامبيون دي موند الدعوه ذاك الوقت كانت فاناتيك باب عمر الله يرحمه عام 1931 جاو لهنايا جا يعني بيتنفس لهنايا يعني لاباس به يدير البطوله في الجزائر كي جا لهنايا جاو احبابه وقال دي البركه هنايا في هذه الخاصه قاسوه هذاك اللي ما على هذاك الشيء من بعد نظن انا من بعد ما سمعتش على كل حال جاو قال لك مرض من هذا البسان هذا اللي هنايا واش يكون باب عمر اللي كنت سمعت به كان ملاكم كبير ياسي كان لك ملاكم عظيم يعني هذاك الوقت كان الجزائريين كاع الجزائريين يعني يستعرفوا غير به يعني ما كناش نشوفوا في التلفزيون ما كناش نشوفوا في البوست نسمعوا يغنيه غير بالهضره برك وكي جا المليانه في ذاك القيس الشعب تاع المليانه كيفاش كان قايم به لاباس يا حسره واش من الفرح واش من العرضات يعني واحد تحواس الزنقه هنا في مليانه كانت مشعشعه النهار اللي كنا جايين
راني تبت عليها درك تبت عليها. اسعل في الليل باش غدوه منك نجيو. اسعل قلت له عمر راك تسعل انتقليه الدراس. قال له اشد واش داك ترمي روحك في الماء. قال له باركه برك يا رجل غير جاتني سعله برك. ما عرفش مسكين اللي حب يقول هذيك. الوقت اللي جينا لهنا بدا الولد ينقص 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 حتى ولا كيسكولات. دارني كومبا ديالو بوكسا مع روني قابس. مع روني قابس. روني قابس استحى قالوا ما جبتوا لي مكان بوكسي مع كادافر. ما بوكسيش انا مع كادافر هذا ماشي عمر اللي نسمع به. المقابله حبست في الكاتريام رون. الكاتريام رون شد مسكين الكاتريام رون. يا مات من بعد كان الله باقي كله من عليها فاني الله يرحمه برحمه الله. وانت يا نهار مات خالتي الحاجه نهار مات بوب عمر واش حسيتي بروحك؟ حسينا بروحنا كل تغبنا تغبنا كليا. وهذيك النهار دفينا نتاعو هذاك النهار ما ننساش للان كي نتفكروا ما ننساش. هذاك النهار الدنيا تقلعت يهود نصارى عرب يهود كل 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 الغاشي اللي جا من عندنا من لاغي سيدي في غوج الغاشي وصل حتى قريب نقول لك حتى القطار. ومات لو 16 اوت 1932 مات مسكين ذاك النهار يا لطيف. لو كان نبقى نحكي لكم حكايه نهار اللي مات باب عمر جاست غيامه على البلاد ولا ذاك النهار كان الصحو ولا الشتاء ولا يا لطيف الناس كل تتباكى. احكي لنا على المات ديالو. امراه وراجل في القصبه ذاك النهار الكل الناس تبكي يبكيوا على باب عمر. كيفاش صارت الدفينه ديالو عم الحاج؟ دفينه واش نقول لك دفينه فيها الوف ذاك الوقت الشباب تاع الكل. زيد نقول لك فيها شكون فيها؟ فيها الشيخ بابا شريف الزاهر محمد ولي سيدي محمد شريف الامام تاع جامع سيدي محمد شريف والشيخ سعيد رحمهم الله الشيخ سعيد ابو يعلى الامام تاع سيدي رمضان جاو للدفينة. وين مدفون؟ مدفون في القطار. رحمه الله. وفي نفس الوقت في الاوساط الجزائريه كانت موجودة حركة ثقافية وبالخصوص في ميدان الغناء. ومن أسرة باب عمر الحاجة خيرة زوجة المرحوم متساوي بالقاسم تتفكر في المطربين والمطربات اللي كانوا مشهورين في ذلك الوقت. هذاك وقت الفن كانت يا منى الله يرحمها صاحب ما يا مول القباح لا من راسه ينظم وهي جون بنات الغيوان في بساط الحضران. هكذا كان وقت ما نشوف العوالم العظم بالشمع والساقي محزون حربي للصبران. ما يسلبوا ديوان العاشقين إلا العوارم كيف سلبت عقلي بالنجال عظي الظهران. كانت طيطمة يا الواحد الخال على عباد سلطاني عليك نشكيه بامري رافع الأضرار. أبعد عن أرضي ما وجد صبرا طال وضعها وبطاس الجاف يا عني عاش من رسولي حددني على العبرة. كامل البهاء والزين طريفة الوشمال أحبها حرى قلبي بالنار ما نكتم خاطري نهار والروح
واحد مات يا فما عند حمت لا يبدي بمحايني مسلم في النهار بعض الضوء كساسني الظلمة عند حمت لا يبدي ممحان بمحاني بعد العسل ضاعت الأطران والمرق يا أهل الهوى نوريكم ما خفى مني عاد من مكان عظم من عاد من الفجرة أصبكم يا ألف استغنيت بزماني مجبرت وين نخبيها ونص بها عشمر رسولي حدثني على العظم وكنا القصرة كما قالت كي جينا رمضان نحطوا غير التباسة الغنايات كانت تاع البوق ونحطوا التباسة ونسمعوا واللي نسهروا كما قال في ديارنا ما نخرجوش سهرانين في ديارنا اللي تخدم قرقاف واللي تفتل واللي تفتل مقطفة واللي احنا سهرانين في ديارنا حسنا بعقلنا وجو خصوصي مملوء بالأفراح وكان سائد في هذاك الوقت ولماذا لا السياسة الوطنية ناجحة في الأوساط الشعبية ونذكر منهم سفنجة زرنة السعداني مشهور بزيارته إلى أمريكا ولوس أنجلس مريم فكاي الشيخ مصطفى الناظور أستاذ الحاج محمد العنقة بحمان بن عاشور الحاج مريزق المسرار الحاج مريزق والجوق متاعو قالوا له يا حاكم القدر تحكم بيناتنا ولا تعمل حيلة قال أتوب كلامكم زم واللي عنده شي خبار غير يعيدو يرتاح واللي ليه الحق ينطر واللي مغلوب ياك يرضى بالقيلة قلتاي يا الحاكم قال انا اليوم عاد شرابي مباح ما نشبه شي حالة الخمر شربوني جميع الناس التفضيلة فيا شي حكمة للألم جميع اللي لقيته داخل فيه الشباح نزول للضر والكدر ونهبط جميع المكنة اللي تقيلة نشوف فيه بنهو عليه الفاقم شربي للملاح فيه الراحة والراح فيه شي ريحة من العطر مع النعناع خلط الزنجبيل والبقراج بحال السراج والسينية على كرة سعيدة الملاح والبابور يفور بالجمر والكيسان أضراف زاد وتشعيلة وانت يا كيفاش يا الخادم ضحيت الضادي لون الوان الوضاح مالك تواجبيني بالجهر يا كنت يا غير خديمة قليلة ما فيك لا نشوى ولا نسايم يغطوا فيك الفناج الهمة والشباح يواتي وفي فناج الحجر ولا قصوا حصون موزون بقيلة الحاج محمد العنقة في شبابه يحسب الشيخ ما يزيد شملاله يوقف كيما عملو مكفى والشيخ سامع القصيد يسكت ويسعف راهي مخفت له خفية كلش مخلوف يحسبو كل شيخ ضيف غير اجي وصدم واللي بقى معت والقى الزحام سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم
كاين شي ناس من صحابهم يقولوا خان سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس من صحابهم يقولوا خان. يعني في 48 49 هالتدريب في العمل تاع خصنا كنا انتهينا من الدروس وبدينا نديرو في مناورات ونخرجوا على برا ونديروا يعني كلمه الفرنسيه على ومدام صالح يخرج يعني الامور يعني يعني للشارع فيما يخص يعني القضايا والخلافات يعني اللي كانت يعني موجوده. On a pas du tout hésité à m'y emmener bien que non seulement j'avais sur le dos des accusations concernant le terrorisme de 1945, mais aussi l'affaire de la poste. الناس اللي تبعوا مصالح اللي يؤمنوا بالحكم الشخصي وبوسائل فهمتني شكل شويه ديكتاتوريه فهمتني في تسيير الحركه. بدات هاد ما يسمى لا كريز او سان دو ام تي ال دي وبدات تبين تدريجيا حتى انصبحت في الشارع وصبحوا المناضلين نتاع الحزب في قلق. اون بوي با ديكلونشي لا ريفولوسيون ارمي سان لا كابيلي. خرج الكلمة تاع الاستقلال لانديبوندونس ما نجموش نقولوا باللي كاين واحد اخر قبله مستحيل. Mossali avait constitué le MNA, le Mouvement National Algérien, qui s'est malheureusement lié à des actions anti-FLN, aussi bien en Algérie qu'en France. بأن يقوموا بهذه المؤسسات وقاموا بواجباتهم حتى أن وقع الخلاف يعني من بعد. في حلقتنا السابقة عنصران من المنظمة السرية السيدان بن عودة والعمودي أكد لنا أن إنشاء المنظمة لم يكن نتيجة اتفاق تفاوضي بل قرارا إيجابيا جماعيا لكل المناضلين.
وجهة النظر هذه سنعيدها إلى واحد من المناضلين، ولكن هذه المرة إلى واحد من مناضلي اللجنة المركزية. أنا ما كنت في المنظمة السرية وكنت مسجون كي أسد، ولكن ما أعرفه من معلومات ووثائق يعني طلعت عليها، معلومات من الجماعة اللي أسسوا يعني المنظمة من بالوزداد عيد أحمد بن بلة أبو ضياف من دكتور لمين دبغين اللي كان في التفكير الإيديولوجي يعني لعب دور في هذا القضية هذه. القرار اتخذ يعني كموقف يؤيد ويؤيد يعني النشاط السياسي الشرعي يعني بفهم الاستعمار، بتحضير منظمة سرية منظمة عسكرية اللي تكون واجدة لي في أي وقت لتبدأ الاستعمال العنف لأهداف سياسية. يعني تأسيس يعني حركة الانتصار والحريات الديمقراطية جاءت بعد الانتخابات للبرلمان الفرنساوي اللي بعثت أظن 5 نواب للبرلمان، والحركة خضعت اسم القائمة الوطنية اللي تقدمت للانتخابات يعني اللي كان لها برنامج يسمى انتصار الحريات الديمقراطية. وعند المناضلين تأسيس هذه الحركة هذه دخل شوية نقطة شك، يعني المناضلين كانوا متخوفين أن الحزب الشعب الجزائري يتحول لحركة إصلاحية، لأن هذه يعني القرار تاع الدين كان أساسه وضع شعبنا ورأي وفكرة وإيديولوجية عامة في وسط المناضلين وفي وسط الشعب، ولدتها أحداث 45، أحداث الصيف وقلب، يعني بعد 45 ماي 45 الرد الفعل للشعب وللمناضلين كان أن الحل الواحد للتحرر من الاستعمار اللي متسيطر بعنف استعمارية، الحل الواحد هو أن نستعمل العنف ضد العنف. ولهذا أنا أشهد أن في وسط الشعب عند أغلبية المناضلين هذه فكرة المنظمة السرية كان وجدت ترحيب وتأييد من القاعدة. لنحتفظ هنا بنقطة مما قاله السيد محمد يزيد، إنها النقطة المتعلقة بغياب الثقة لدى كثير من المناضلين، فرغم الإجماع الكلي عند المسؤولين السياسيين إلا أنه على مستوى المناضلين كان هناك شبه تردد. والآن سنذهب في نفس الاتجاه، في نفس اتجاه الأفكار الذي يذهب إليها السيد بوضياف، ولكن في حديث آخر ومع شخص آخر، مع السيد بلوزداد شقيق مؤسس المنظمة السرية.
Dès que les militants, ils n'étaient pas tous d'accord, n'avaient pas confiance que le gouvernement français et aux Français et aux élus, dès que qu'ils étaient dès que les élus, Hababayan et compagnie. Alors ils ont suggéré une organisation paramilitaire sortant du MTLD pour rester toujours dans la classe de Trinité. Parce que pour eux, ces responsables, les durs, comme on les appelait dès que خايفين باللي الحكومه الفرنسيه تقول وسول ليغاليتي بور سافوار ا كي راهي افير باسكو لو بي بي ا سي سافي كي سي كونيسي كلكو مومبر دو بي بي ا ان كونيسي با لا توتاليتي ان بيف با كونيس لا توتاليتي اي كونيسي بيتيت لو 30% لو 40% دي جون دو بي بي ا مي لي برينسيبو ما يعرفوهمش الو ولي هذا لي فرنسا سهلت يعني لافي اوتوريزي للناس داك الوقت اهل السياسه باش يكونوا ان بارتي ليبر Un parti libre voulant créer le MTLD. Un parti était pour. La grande majorité était pour. La minorité était contre. Comment faire ces grèves beaucoup plus grandes? Les grèves beaucoup plus grandes quand le parti, quand le PPA ou d'autres quand tu te poses la question. Sortent les ibad. Donc les ibad ont dit, pas d'oublier beaucoup, يعني pour compenser les deux, essayons de créer. Un parti par une organisation paramilitaire. Kharja, l'MTLD ou Kharja, le PPA. Pablo, ils ont vu que c'était une bonne idée. Ou Pablo, Bechikounou, l'OS. D'accord, ils n'avaient même pas le nom de l'OS. Il fallait créer une organisation paramilitaire. Et ça a été accepté au sein du Congrès. الشيء الذي سيقوله الآن السيد حسين لحول مختلف تماماً عما سبق وأن قاله السيد أيت أحمد فمن الأهمية بمكان أن نستمع لما سيقول ذكر ما هي المبدأ الأصلي تاع الكفاح تاع الاستراتيجية تاع البيبيا البيبيا هو يقول لك الكفاح بجميع الوسائل من جملتهم كان الوسيلة نتاع فهمتني تنظيم الكفاح المسلح ومن جهة أخرى كاين ميدان اللي فيه تاني كفاح واللي مسيطرين عليه بصفة عامة الشيوعيين والعلماء وكذا في هذاك الوقت نتكلم لك أنا وكذا الكفاح فهمتني الشرعي ما الاستراتيجية تاع الحزب واش تفكروا وبمناسبة مؤتمر عندنا تاع 47 فبراير 47 قال لك لازمنا نصحوا الخطة ديالنا والاستراتيجية ديالنا والمنظمة ديالنا نكونوا الأم الحزب الأم هو بي بي ان تي ال دي يبقى دائما سري ونكونوا حركة لتجيد الكفاح المسلح سميناها لوز ومن جهة أخرى نكونوا حركة وين نكافحوا في الميدان الشرعي ما نخليوش هذا الميدان هذا للناس اللي راهم يحاربوا فينا خاطر الحقيقة الشيوعيين وكذا والعلماء كانوا يحاربوا فينا في هذاك الوقت أنا اللي قدمت أعوذ بالله من قول ثانى أنا اللي قدمت التقرير هذا للمؤتمر وين ندافع على هذا الفكرة هذه الخطة هذه وكذا المؤتمر قبلها ما فيها حتى كلام إلى آخره درك اللي يتكلموا بالك كاين الناس اللي يحسبون كذا إلى آخره يحبوا ينسبوا هذه الكذا إلى آخره هذا غلط حركة كلها ما كانش واحد ولا كذا الى اخره جماعه ولا كذا اللي يقول لك حنا الثوريين اللي فكرنا هذه ما كانش منها اصلا هو الحزب اللي هذه هي المبدا ديالو وهذه هي الاستراتيجيه ديالو وهو اللي يكون هذا وهي منظمه واحده كيلوس كيلو البي بي ا كيلو ام تي ال دي منظمه واحده
فهمتني؟ وما يعني الروح ديالها هي روح الكفاح بجميع الوسائل، خصوصا فهمتني بعد الشيء اللي صار الى اخره، وتحقق لنا من مسالم 45 باللي الكفاح فهمتني بغير كفاح مسلح فهمتني تصعب الامر الى اخره باش نوصلوا نحققوا مبادئنا. ولهذا لمؤتمر 47 فهمتني مؤتمر 47 عايزين نقرر بالاجماع هذه الخطه هذه. ولكن ماش الناس اللي يقول لك هكذاك العصر هذا ترى انا نعرف واش تعمل، يقول لك حنا اللي حنا على خاطر ثورينا هذاك الوقت كاملنا فهمتني كلنا ثوريين، ولكن كانوا ناس ونقولها كما يقولوا باش يصفيوا حسابات شخصيه فهمتني، يصفيوا حسابات شخصيه فهمتني، يلعبوا لعبات هكذاك الى اخره، لعبوا لعبات وحبوا كذا الى اخره كذا، ولكن في الحقيقه غلط. وحوسوا برك باش كاش يبرزوا، وهذه يعني فهمتني خطه معروفه من قديم الزمان، غوشيست هذا البليز على غوش باش الحاصل شفناه حتى الان رانا نشوفوا فيها فهمتني باش الانسان العصروني هذا. ولكن بصفه عامه سايتين ديسيزيون نقول انا بصفه عامه كان قرار فهمتني لجميع اللي حصلوا المؤتمر، وبدينا من تماك شرعنا في تكوين هذا، وهذيك بقات الخطه دائما. ما هادو الناس اللي يحوسوا يفرقوا ما بين لوس ولا البي بي ا ولا ام بي ال دي والبي بي ا وكذا الى اخره، وبي بي وما بي ال دي ولوس، هادو كاع راهم. انا نعطيك برك مثال فهمتني، الام بي ال دي واش كان غطاء لجميع الناس اللي كانوا في المنظمة في المنظمة، كانوا غطاء بالله لي تيكونسي مونيسيبال غطاء، الاخر كان كدا غطاء عنده حاجة مسؤولية ظاهرة هكذا كدا غطاء على الشيء الحقيقي اللي راه يخدمه. هذه كاع خطة ماش فهمتني. ومن جهة أخرى هذا الصفة هذه نتاع لما انتصرنا في الانتخابات كيفاش سموا الانتخابات البلديه فهمتني، كانت لنا وسيله عظيمه مع الام تي ال دي باش ناخذوا الحاصلون الكاشيات في الادارات الفرنساويه ونديروهم ونخدموا باش نخدموا الحاصلون كاع الخدمات ديالنا السريه فهمتني، نخدموها الحاصلون من طرف الحاصلون بوسائل الاستعمار. هذه المنظمة السرية تم حلها بكل سهولة وبكل بساطة من قبل أولئك الذين خلقوها أنفسهم من قبل الإدارة السياسية للبي بي آر ام تي ال دي. ولكي لا أطل عليكم ولا أبقى هنا في حديثي معكم، سنعطي الكلمة لأولئك الذين كانوا في المنظمة السرية ولأولئك الذين قرروا حل هذه المنظمة، فماذا يقولون؟ كانت وقعت حوادث في تبسه، وكان الاصل نتاعها هذا كان المسؤول نتاع العمل على تحسنتنا في ذلك الوقت هو المرحوم سيد المهيدي، صفاته النظام اللي واحد مسؤول كان في السياسه اسمه رحيل، وكان هو اللي نحى الجماعه من السياسه على الدار من اللوس، ويعرف الجماعه نتاع تبسه كل يظهر باللي عط مخاط عنده مع الشرطه وكذا وكذا، كان انسان ولا يعني يخوف ربما يخرج الاسئله نتاع هذا. وهذه المسألة تحطت في الجلسة نتاع النظام الوطني في الجزائر، ووقت خذا قرار بلي هذا الإنسان لازم يتأدب كما تأدبوش مع آخرين. وتنظمت لي مسألة، كانوا جماعة تاع مناضلين راحوا شنو باش يشوفوا هذا الحين باش يعطوا له درس، والعياذ بالله يعني كانت المسألة ما نجحتش بزاف، وهذه كانت سبة للاستعمار يعني باش اولا قبض جماعه يعني قبض جماعه من هذوك الناس، هذو كانوا كاين من صبهرات كانوا جماعه من عنابه وكذا كذا، وهذه جعلت باللي الاستعمار كانت يعني يعني فرصه يعني للقبع اللي تحت هذيك المنظمه، ونال يعني ما نال منها. المؤسف في الامر وهو من بعد هذه المسائل بعض الجماعه من جماعه تاع عنابه وكذا جماعه تاع السبيان اخذوا الاحتياطات تاعهم.